ولكن هنا ترانزيشن ارون هي نقل سريع للملعب او دانك على طول دانك 100 جيفري نيوبيري التصويبه ارون شريكه جيف وارون ثنائي رائع في فريق الاهلاويه الاهلي يا سلام يا سلام رائع خور سلامات لجيف والبلوك شوت حاضر اجين كوبي والجود جاب وان ستيب لكن ما توفق بالفينيش اجين الكره مع نادي الاهلي جيف والاسيست اجين والباسكت ايزي باسكت من ار ديفنس من نادي الخور على 3 بوينت ارون وبنجح بوكس بيعمل اختراق لكن ما بيجيش بابكر بيحاول ينقل الكره بسرعه لكن رونتاري كان قريها لمانكس رونتاري واول محاوله ثلاثيه وبيعلن عمر بيأدي بشكل كويس ورونتاري اختراق كده من وسط الناس كلها بيطلع يبدا يخلص اوت سايد شويه لان كده مش هيعملوا حاجه محمد اجين وان ستيب من ارون والدانك حاضر اختراق لحمزه نزاد اللي بيشوط وكره جميل لازم الانسايد وادي عمر كيك اوت ارون